يشعر من قلوب تخبر عنها هذه الوجوه الشريفة وتحفظ لي بجاذبيات أنني في هذا اليوم وفي هذا المكان إلى صميم الأبراج. إذا كنت بتشتغل بالأبراج وسألتكم كل واحد مين شو البرج اللي بيحبه أكثر أو ما هو البرج الذي هو لا، في حد بيعدي لي الأبراج 12؟ سهل ما هي؟ بس المسيح سألوه عن آية، إنه قالوا له اعطينا آية، قال لهم آيتي صاحب الحوت، آيتي صاحب الحوت غاب في قلب البحر 3 أيام و3 ليال وأنا أغيب في وجدان الأرض 3 أيام و3 ليال. هذه آية كان المسيح يشير بها إلى غيبته عن الناس في بعد الذي كان من قصته. ولكن ليس هذا بيت القصيد الذي أريد أن أخذه، لأني لا أريد أن أخذ أحدا اليوم لا إلى الصليب لا بالحقيقة ولا بالتشبيه، لكن أريد أن أخذ إلى النجاة بالحقيقة. المسيح كثير عظم أهل نينوى لأنهم تابوا وصدقوا يونس، بيسميه هو يونان النبي، يونان بن أمتاي، يونان النبي الذي هو عندنا له سورة في القرآن الكريم هي السورة 10 سورة يونس، وله بعد طول عراق في السورة 68 له سورة القلم وهو فيها صاحب الحوت. يقول ما أحسن أهل نينوى سوف يدينون هذا الجيل الذي هو جيل المسيح لأنهم صدقوا يونس وتابوا. ومثل هذا أستطيع أنا أن أحييكم وأرحب بكم وأقدس أرواحكم وأبارك وجوهكم وأجسامكم، لأنكم في هذه الظروف التي هي ظروف الفضائيات وظروف السينمات وظروف الملاعب وظروف حتى الاحتفالات الرسمية تتركون وتجيئون لتسمعوا كلمة الإنجيل على مرايا القرآن. هذا أمر لكم، وأنا أبارك لكم في أحوالكم، مش عم بعطيكم شيء بس أشهد لكم كما شهد المسيح لجماعة يونان ابن أمتاي الذي اعتبره مثالا ورمزا إليه هو كمسيح. آيتي كآية يونان النبي غاب في بطن البحر في جوف البحر في قلب الحوت 3 أيام و3 ليال وأنا أغيب في بطن الأرض في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. وقصة المسيح أشهر من أن تشرح لأمثالكم وأمثالكم، لأنني كل شيء أمامي على الظاهر مبين. في الوقت يصير بالعلم الإيماء اليوم أنه أنتم عارفين وأنا فقط أشير لتعرفوا أني هذا الذي أقصد. مرة أخرى أقدس فيكم هذا الإقبال على المعرفة. السيد المسيح يتحدث عن بلقيس أيضا في العهد الجديد وفي إنجيل متى من الآيات 38 إلى 41 الإصحاح 12 من متى، الجمل أو الفقر أو الآيات كما يسمونها من 38 إلى 41 يتحدث فيها مرة عن النبي يونان الذي اعتبره
دليلا عليه، ومرة عن ملكة الجنوب أو ملكة التيمن ملكة اليمن التي هي عند العرب السيدة مين؟ بلقيس. هذه البلقيس كمان يعظمها المسيح كثيرا ويكبر من شأنها، لأنها عندما سمعت بسليمان جاءت لسماع الحكمة، فيقول سوف تكون في اليوم الدينونة ملكة تحكم على هذا الجيل، جيل المسيح، لأنها عندما سمعت بالحكمة جاءت لسماع الحكمة وتلقيها عند سليمان. وكان المسيح يعرف قيمة حاله الظاهر كثيرا، ويقول وهنا أعظم من سليمان كما في عبارة الكتاب المقدس في إنجيل متى وفي غيره. هذا العهد الجديد، هذا العهد القديم والعهد الجديد معا، ويسموه أيضا اسم كثير بحبه أنا كتاب المقدس، ولكن أيضا هو كتاب الحياة، وهي تسمية حديثة أعطيت لهذا الكتاب والله يعلم سرها. المهم الآن إذن اتفقنا أنني أوصلت البريد المسيح، كثير معجب بالنساء، معجب بالرجال، معجب بالأطفال الذين جاءوا لسماع كلمة الله في الإنجيل على مرايا القرآن. يبقى أنا شو ممكن أقول لهذه القضايا فعلاً؟ فعلاً كيف؟ من جهتنا صار عندنا لوحة هيك اسمها الإنجيل على مرايا القرآن، وهي من رسم الدكتور علي حمدان رسام الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية، وصار عندنا لوحة مركبة كمان. هذه الإنجيل في القرآن بهالشكل المرسوم، الإنجيل على مرايا القرآن. هذا الكلام، هذا الكلام لوحة من بعيد بس الكلمات مبينة، الإنجيل على مرايا القرآن. هذه تقريبا مرايا تحت واحد حامل كتاب، هذا اللي حكى عنه الدكتور حسن الحسن، الشاعر حسن الحسن أيضا تكلم عنه وترك لي مهمة الإيقاظ المعاني من الشفافية. بس الشيخ حمود بكفاني بيقول هذا يكاد يكون عويصا جدا. ليش يا شيخ حمود؟ لأنه بأحسن تقويم تهل شفافية، فكيف تصاغ المطلقات بقافية؟ لذلك الشاعر اعتذر عن الدخول في هذا المدخل، أن الشفافيات كيف نصوغها بالقوافي، لكن الذي هو أكثر من الشفافيات هو القدرة على السيطرة، السيطرة على المادة، السيطرة على الأشياء. افتح عينيك إذا كنت تريد أن تبصر، احمل فراشك وامشي أيها المفلوج، أيها الميت قم. وكانت الدنيا تتحرك وفق الكلمات المسيح، لأنه ما كان في ناس ما بيسمعوا كلام، فكان ما عنده وسيلة ثانية، يعني استخدم أقرب الأشياء وأبسط الأشياء، وهو أنه أقام الموتى، فتح العمي، قوم المفلوجين، وصرحوا بهالعالم. ومع ذلك ما نفوا شيء ما استفاد كثيرا من هذا الكلام، لأنهم شيء عجيب. هلا أنا بتعجب من الناس بيقولوا بدهم يعرفوا الحقيقة، ما طيب نحن عارفين كل القصة بالإنجيل معروفة، قصة المسيح وشو صار، بس ما عملنا شيء. حتى تلاميذ السيد الأكابر الذين رباهم في كل حياته الاثنى عشر حواريا أو الاثنى عشر أنصار الذين يناصرونه عندما ألقي عليه القبض صاروا أيدي سبع، عشرة منهم غابوا مثل ولاد سبع جماعة بلقيس، وواحد منهم هو الذي باع، وواحد منهم هو الذي أنكره ثلاث مرات قبل صياح الديك، وكلكم تعرفون هذا الكلام. ولما كان المسيح بالفيلم الأخير كان كتير تعبان هيك مبين علينا، وتحت الصليب ونايم،
واخونا بطرس قالوا له انت ما كنت معهم؟ قال لا انا ما بعرفه. ان حال شويه ثانيه قالت مره ولك انت ما كنت معهم؟ قال لا انا ما بعرفه. مشي كمان شويه طلعوا له عالم قالوا له انت مانك من جماعه المسيح؟ قالوا لا لا. فصاح الديك المسيح مفكرين نايم نحن وما يتعذب، هيك ابرق بعينه نحو بطرس فبدا كشمس مشعه. فتذكر بطرس انه نعم لقد صاح الديك ثلاث مرات وانقذته قد ثلاث مرات، فهرب وراح يبكي كما في الفيلم تعرفون. اقول ان السيد المسيح رغم كل هذه القدره كان الناس في ايامه ما يسمعون ما يعتبرون الا من رحم الله. ولولا انه عاد عودته الجديده قام بعد ثلاثه ايام وثلاث ليالي كما كان يونان ابن امتاي يمكن كان صار خبر معرفنا عنه. جاء القران الكريم فاخبرنا احيا قصه عيسى احياء تاما بكل المناحي بكل الاحوال. فحدثنا عن الانجيل كتبي على قدامي اذا بتعدوها يمكن بتلاقوها 12 كتاب. هذا رمز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهذا الثاني عشر. طيب ليش هدول الشبان بيسطين قدامي 12 كتب من القارات الخمس؟ لأننا نرمز بذلك إلى أن الإنجيل يتجلى في القرآن الكريم على 12 مرآة لا غير. بتفتحوا القرآن بتفتشوا بالسور بتلاقوا أنه الإنجيل لفظ الإنجيل هو 12 آية قرآنية موزعة على سورة آل عمران الثالثة في القرآن الكريم، المائدة، الأعراف، التوبة، الفتح، الحديد. لكن هذه المرات 12 التي ذكر بها الإنجيل ذكر بها مقترنا بغيره. مرة نسمع أنه هو جاء مع التوراة سبقته التوراة، مرة وقع بين التوراة والقرآن، مرة واحدة الإنجيل جاء منفردا. بس يعني سمحوا له للإنجيل، يعني حتى للقرآن الكريم ما سمحوا له هيك يكون وحده، وهذا للحرص على كل حال. إنهم حريصون في القرآن الكريم، يعني أهل الوحي حريصون على هذا الأمر العظيم الذي هو الإنجيل، والذي هو وفق القرآن وفق الكتاب المقدس الذي هو البشرى، الكلمة البشرى. ولما نسمع بالقرآن الملائكة يبشروا ولمريم بكلمة من الله يصير المسيح هو نفسه البشرى. يعني إذا كان البشرى معناها الإنجيل يعني المسيح هو 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 الإنجيل. ولذلك بيعرفوا الكتاب المقدس بيعرفوا أنه في أول إنجيل يوحنا الإنجيل الرابع من الأناجيل القانونية بيشوفوا أنه في البدء كان الكلمة بسورة آل عمران التي بشرت بها مريم يعني عيسى. في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، ثلاثة أحوال بإنجيل يوحنا. تقولوا لي أخي أنت من الأول على ذمة هذا الشاعر العظيم حسن المربع 40 سنة للتعليم الجامعي وجاي عم بتحكي لنا عنوان اسمه الإنجيل على مرايا القرآن، ما شاء الله فايت لنا بالإنجيل، أنت فايت لنا بالكتاب المقدس، وين القرآن؟ يعني حق تساؤل مشروع فعلا، أنه أنا عم بخرج عن الموضوع يمكن، بس هو اسمه الإنجيل على مرايا القرآن. أولا رح أعرفه كيف القرآن حكى عليه، بس بالأول نحن نعرف ما هو الإنجيل، ما هو
يعني ذكر شيء اسمه الانترنت، بتشوفوا انه حكينا قضايا كثير مهمه عن قضايا الانجيليين في العالم، على اختلاف طقوسهم، على اختلاف فرقهم، كل الناس من المسيحيين بروتستانت ارثوذكس كاثوليك ارمن، كل هذا الكلام بالنسبة لنا يعني أنهم إنجيليون. وبالتالي ماذا يقول القرآن الكريم جملة واحدة بهذه التفاريق العالمية المشهورة في أمريكا، في روسيا، في آسيا، في كل القارات؟ هؤلاء الإنجيليون معروفون وهم عند القرآن إنجيليون، يعني مثل ما رأيه بدنا نشوف مثل ما رأي هذا القرآن الكريم بهؤلاء الإنجيليين، هذا رأيه بالمسيحيين جملة وتفاصيل لا يدخل بتفاصيلهم. هم 555 فريق بروتستانت بأمريكا، بيقول لي واحد من حمص بالتليفون بيقول لي يا سيدي معلوماتك عتيقة كتير، صاروا أكثر بكتير من هذا الكلام. بجوز يكون هذا الكلام صحيح، لكن مليون فريق، ألف فريق، مثل ما قلت لأبونا أنطوان ضو في كلام هاتفي في إذاعة مونتي كارلو، حبكوه جماعة من السعودية هيك وشدوا الحبال بالغرب وبالشرق حيطوقوه، وقع صار يحكي على الفريق الآخر باعتبار هو ماروني، فصار يحكي بده يدخل بتفاصيل. قلت له لا أبونا اسمح لي بالمداخلة، مو هيك بدنا نجاوب لأهل السعودية، بدنا نقول له لإخوتنا في الجزيرة العربية، كل الناس الذين اسمهم مسيحيون بالنسبة لنا كما وصفهم القرآن وانتهى الأمر، لا ندخل في هذه التفاريق، كلهم عندنا مقدسون لأنهم منسوبون إلى هذا المسيح المعظم الذي هو هذا الكلام ليس مبتكرا اليوم، هو أكرره على حساب السيد مقدسي فايز مقدسي أظن، وحساب أبونا أنطوان طوق.